يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فجعله غثاء أحوى، هل الضمير في قوله فجعله يعود إلى المرعى؟ هنا جعل المرعى، أخرج المرعى فجعله أي المرعى غثاء، بدل ما كان مخضرا زاهيا أصبح غثاء تذروه الرياح، أسود بدل إن كان أخضر جميل، هذا يدل على فناء الدنيا وزوالها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، كان الله على كل شيء مقتدرا. نعم.